صباح الخير، عملت لك الكيك اللي بتحبه. ليه بقى؟ ولأمتى رح تضلك هيك بالله؟ كيف؟ هيك؟ صاير عم تتولد. متضايق منك. ليش بالله؟ شو عملت أنا؟ من أول ما رجعنا من ألمانيا ما عم تحاكيني. قولي، من وقت رجعتك أنتِ حملتي حالك ورحتي من غير ما تقولي شي. تركت لك ورقة. شفتها بس بعد شو؟ شكرا. طيب خلص بعتذر منك، لا تزعل لو سمحت. الكيك اللي عملتيه طيب؟ ايه، انت ذوق واحكم. طيب هاتي قطعة لشوف اذا بينبلع معي. حاضر.